برلمان لا تصويت فيه، هكذا هو حال البرلمان الفرنسي اليوم. نواب هنا وآخرون هناك في أروقة مبنى الجمعية الوطنية، يتناقشون، يتبادلون أطراف الحديث، يتحدثون للصحافة، لكنهم لا يصوتون. فرئيس ماكرون حرمهم مرة أخرى من وظيفتهم الأولى وكف أيديهم، فلم تعد ترفع لتصوت لا بنعم ولا بلا. ما يحدث خطير، النواب منتخبون للتصويت على القوانين، والآن نمنع من حقنا في التصويت. فرنسا في عهد ماكرون تنحرف عن الديمقراطية نحو نوع من الملكية الرئاسية المطلقة. الرئيس يقرر وحده كل شيء، هذا غير مقبول. سنلجأ للمنظمات الدولية، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ما يحدث اليوم سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة. غليان داخل البرلمان سببه لجوء الرئيس ماكرون ورئيسة البرلمان من حزبه لإخراج ورقة أخيرة في وجه المعارضة، واستخدام المادة 40 التي يحظر بموجبها فحص والتصويت على مشروع قانون اقترحته كتلة اليوت الوسطية لإبطال قانون التقاعد المثير للجدل، مقترح كانت حظوظه قائمة نظرياً، لكن الرئيس ماكرون فضل عدم المغامرة لفقدانه الغالبية البرلمانية، واصفين خطوة المعارضة بغير الدستورية. لن أضيف شيئا على ما قلته، القانون ولا شيء غير القانون، الدستور ولا شيء غير الدستور، هذا من صميم مهامي وعملي. خيبة أمل المعارضة لم تمنحها من الرد سريعا وإعلانها التقدم بمذكرة حجب ثقة ضد الحكومة تعرض مطلع الأسبوع المقبل. معارك طاحنة داخل البرلمان وخارجه، ولا غرابة، فلطالما شكل هذا الملف بالتحديد صداعا لأغلب الحكومات الفرنسية المتعاقبة، وقد كان ولا زال أم المعارك البرلمانية والنقابية والشعبية في فرنسا. زهرة فكاني، قناة الغد، من داخل مبنى البرلمان الفرنسي.